طبعا العالم كله بيترقب التصعيد الخطير اللي حصل في المنطقة على مدار 48 ساعة المقضية، والحقيقة أنه دور المصري دائما ما هو ما يكون دور مؤثر ومحوري في قضية الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية. ومصر دايما كانت الطرف الحريص على إرساء السلام في الشرق الأوسط، والحقيقة احنا تابعنا كلنا البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية واللي أعربت فيه عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير اللي بتشهده المنطقة على مدار 48 ساعة الماضية، وده إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصليين والمعتكفين، واللي حصل بعد كده من إطلاق لصواريخ تجاه إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة. طلبت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها سفير أحمد أبو زيد جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، وحذرت من المخاطر البالغة اللي ممكن تحصل إذا استمرت موجة العنف الحالية. دلوقتي معانا على التليفون للتعليق على هذا الخبر دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، يمكن دائما الدور الأهم وركن السديد في نزع فتيل الأزمة في كل المرات اللي حصل فيها تصعيد بيكون الدور المصري. تعليق حضرتك على بيان الخارجية المصرية. اهلا بيك يا استاذ هدير، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري، وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طبعا يعني هي دلاله واضحه على حرص الدوله المصريه على لعب دائما وابدا دور مهم في استقرار منطقه الشرق الاوسط، دلاله كبيره على ان الدبلوماسيه المصريه تتحرك في كافه الاتجاهات للعمل على وقف التصعيد وخفضه، وهذا يعني ليس بجديد على السياسه الخارجيه المصريه وبالاخص الدبلوماسيه الرئاسيه بقيادة الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2014، أخذ على عاتقه العمل عن إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية في الأساس. يعني أكثر من ثلاثة اعتداءات إسرائيلية تعرض لها قطاع غزة، ونجحت القيادة السياسية المصرية في الثلاث اعتداءات في نجاحها في وقف إطلاق النار. يعني في العام 2014 نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، وأيضا في مايو 2021 نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، ثم بعد ذلك انطلقت إلى عد الإعمار واتجهت وبشكل كبير جدا إلى دعم قطاع غزة وبناء مدينة دار مصر وغيرها من المدن المهمة الإسكانية لتعويض المتضررين نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأيضا في عام 2022 وأيضا نجحت الرئاسة المصرية والمؤسسات المصرية في العمل على ذلك. صحيح. وبالتالي تسعى الدولة المصرية إلى العمل على خفض التصعيد، وهو ما يتفق مع مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الشهر الماضي. صحيح دكتور، أبعاد وحدود هذا التصعيد في الساعات والأيام القادمة وعلاقة هذا التصعيد بالداخل الإسرائيلي وما يحدث في الداخل الإسرائيلي. سؤال مهم جدا يا استاذ هدير، لان بالفعل هذا التصعيد سيؤدي وبشكل كبير الى دحرجه كره الثلج الى كافه المنطقه العربيه، وده اللي شهدناه من تصعيد من جنوب لبنان على الشمال الاسرائيلي واطلاق الكثير من الصواريخ التي ادت الى نوع من انواع الهلع في الداخل الاسرائيلي، وبالتالي اتساع رقعه الصراع ليس في مصلحه احد، وهذا ما اشارت اليه الدوله المصريه وكانت دائما نظرتها استباقيه من انه على حكومه اليمين المتطرف بقياده نتنياهو ان تسعى الى ايجاد حلول سلمية شاملة للقضية الفلسطينية اتفاقا واتفاقا مع مبادرة السلام العربية اللي تم إقرارها في بيروت عام 2002. صحيح. في خص الداخل الإسرائيلي وحالة المظاهرات والاحتجاجات الضخمة اللي بيعاني منها الداخل الإسرائيلي، نجد أن حكومة نتنياهو أرادت أن تهرب إلى الأمام وأن تقود إلى الأمام في إطار سعيها إلى يعني توجيه بصلة الاحتجاجات وبصلة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي إلى الملعب الفلسطيني، في إطار أننا شاهدنا لأول مرة منذ العام 2001
يعني اقتحام من وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى، والعمل وبشكل كبير على اتخاذ الكثير من الإجراءات أحادية الجانب التي أدت وبشكل كبير إلى تأجيج مشاعر المسلمين ليس فقط داخل فلسطين ولكن على مستوى العالم أجمع. وبالتالي هذه السياسات أحادية الجانب ومن أهمها هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي ومحاولة قضم الضفة الغربية، خاصة أن الاحتلال الآن مسيطر على أكثر من 65% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي لابد أن يكون هناك وعي وإدراك من قبل حكومة نتنياهو أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيؤدي بشكل كبير إلى فقدان البوصلة وفقدان هوية السلام في المنطقة العربية، وبالتالي لابد أن يرضخ إلى الرؤية العربية والرؤية المصرية للعمل على إيجاد تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، تسوية سياسية كاملة وليس فقط خفض التصعيد في خلال شهر رمضان، ولكن بشكل كبير إلى إيجاد حلول توافقية، خاصة أن المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني متوقفة منذ العام 2014. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية على وجود حضرتك معنا دلوقتي.